أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي اليوم أيها الأخوة والأخوات والدكتور محمد عابد الجابري، المفكر المغربي المعروف. حياك الله يا دكتور محمد. الله يحييكم. أهلا وسهلا دكتور. سنبدأ من حيث مناسبة مرت قبل بضعة أسابيع، وهي المناسبة السابعة لأحداث 11 من سبتمبر أيلول. كنت قد قلت في مقابلة أجراها معك راديو البي بي سي إذاعة لندن في 22 من سبتمبر 2002 أن ما حدث في أوروبا وأمريكا من أحداث، قلت، ما يسمى الآن بالإرهاب والعنف أو بصراع الحضارات، هي كلها ظواهر وقتية ظرفية، ليس في الحقيقة صراع حضارات. ليس هناك صراع حضارات، هناك صراع الحضارة الغربية مع نتاجها. محمد عبد الجابري يعتبر ما حدث في 11 سبتمبر وذيوله هو صراع بين الحضارة الغربية ومنتجاتها. هل لازلت تعتقد حتى الآن بهذا الرأي؟ نعم، هو صراع ما بين يعني الإنسان وما ينتج، ويقع لهذا الذي ينتج تابعا له، وهذا ما يسمى بالألينسيون، أي بالاستيلاب. فالحضارة الغربية خلقت وسائل تقنية، وخلقت لنفسها أيضا أغراضا توسعية، ودخلت في حرب باردة مع طرف آخر، ثم استعملت جهات متعددة، منها جهات إسلامية في هذا الميدان عندما كان القتال ضد الروس في باكستان، في أفغانستان. فما حدث يوم 11 سبتمبر هو رد فعل للحضارة الغربية التي أنتجت نتاجا استعملته، ثم عندما أدى مهمته لها تركته وتخلت عنه، فانقلب السحر على الساحر. يعني إذن أنت تعتبر أن الجماعات الإسلامية المسلحة هي صنيعة غربية؟ ليست صنيعة غربية بالمعنى الصنائعي، يعني هي ردود فعل. لماذا؟ ردود فعل طبعا عندما في القضية الأفغانية كان الروس احتلوا البلد بالقوة وحكموها بالقوة، والملجأ الأمريكان بدعوى التحرير ووظفوا من تقاطعت مصالحه معهم. كان المفروض أنه عندما انتهت الحرب وانتصر الأمريكان واعتقدوا أنهم انتصروا، كان من المفروض أن يتعاملوا مع زملائهم القدماء أو حلفائهم القدماء، ويعملوا على نهضة أفغانستان وعلى حل مشاكلها إلى آخره. لكن الذي حدث هو العكس، وهو أنه يعني السلم الذي صعدوا فيه لا شلوه، كسروه يعني، والقوم. فكان رد الفعل طبيعة الحال. أنت تنتظر من الولايات المتحدة أن يعني تلقي بالا للمجاهدين الأفغان أكثر مما فعلت؟ ليس القضية أنني كنت أنتظر، بل كان يجب أن تعمل، لأنه يعني أنا لا أستطيع أن أنتظر من شيء وأتوقع أنه سيفعله، لكن كحكم أخلاقي كحكم سياسي موضوعي كان يجب أن تقوم برد الجميل إلى أصحابه. طيب، أنت يعني من أهم الشخصيات التي قدمت مشروعا ثقافيا يعتمد على قراءة التراث ونقده. ألا ترى أن الجماعات المسلحة الإسلامية المسلحة كانت تستند في أطروحاتها على كثير من هذا التراث، وأن لا علاقة للغرب بهذا التراث، بل أن تفجير هذه الأفكار أصبح نتيجة حتمية لتعاطيهم معها؟ لا، أنا قلت رأيي قبل هذه الموجة الموجودة الآن، قلت رأيي في بدايتها أو قبله بقليل، 2002. لأن الأمر يتعلق بالتطرف. الحركات المتطرفة موجودة وتوجد في جميع المستويات، جميع الحضارات، في جميع العصور، لكن الوضع الطبيعي للحركات المتطرفة هي أن تكون في الأطراف. مثلا الخوارج كانت حركات متطرفة، لكن
ما ملكته وما تحركت حوله وفي أطراف العالم الإسلامي، ليس في المركز. ما عندما يتحول التطرف يعني إلى المركز، ما حدث من الخوارج مقتل علي بن أبي طالب، لا هذه اغتيالات فردية، لكن الدول التي أقاموها أو الدويلات أو حركاتهم الأزارقة إلى آخره، يعني لم يستقروا إلا في عمان مع الإباضية، وقبل قبل قبل سنين أو قرون في الجزائر أو ليبيا أو تونس في الحدود يعني. فالحركات المتطرفة دائما في الهامش، وده الطبيعي. لكن عندما تستولي على الوسط فذلك يعني المركز. أن المركز فذلك يعني أن الخلل ليس منها بل من فقدان العدالة أو الديمقراطية أو المساواة أو ما شئت من الأمور التي تضمن الاستقرار في الوسط. طيب، هل لازلت تؤمن بنظرية دول الأطراف ودول المركز؟ ألم يعني تذوب هذه النظرية في ظل العالم كله؟ يتبادل العالم العربي على الأقل شيء من أدواره بين المركز والأطراف؟ لا، في يعني العالم كله من التاريخ كله في مركز وفي أطراف، في عاصمة في بلد واحد، في عاصمة وفي أطراف. العالم بعد أن قامت الحركات الاستعمارية الاكتشافية إلى آخره وهمنت على العالم الآسيوي العالم الإفريقي، فأصبح العالم مركز هو أوروبا والمواطن التي تحتلها، والأطراف هي الأخرى بقيتها. لكن أيضا نحن في العالم العربي تكونت مراكز وأطراف، مثلا مصر في يوم من الأيام كانت هي المركز، والمغرب والخليج مثلا كانوا هم الأطراف. لكن في البلد هل لا زالت مصر مركزا بتقدير؟ لا، اليوم الأطراف أحيانا تتحرك وتنمو مراكز صغرى أو كبرى، وقد يحصل تأخذ أدوار المركز، يعني تأخذ دور المركز ككل، وإما نوع من التوازن، نوع من التنافس، نوع من التكامل. فاليوم نحن في إطار تعدد مراكز، يعني في إطار عام ليس في إطار صراع يعني مكشوف يعني. جميل. في حوار الشرق والغرب مع حسن حنفي ذكرت أن بداية النهضة العربية كانت مع الوهابية، وبالتحديد بعد الاتفاق بين ابن سعود وابن عبد الوهاب عام 1747. ذكرت أيضا أن تأثير الوهابية التي قامت قبل الثورة الفرنسية ب 42 سنة كان مضاهيا لتأثير الثورة الفرنسية ثورة نابليون. وقتها إن لم يكن أقوى كما تقول، هل لا زال محمد عابد الجابري متمسكا بهذه الأطروحة حتى بعد ما قيل عن الوهابية في أعقاب 11 من سبتمبر؟ لا، هذه ليست أطروحة، هذا تاريخ. أنا لا آتي بشيء خارج التاريخ. يعني أليس رأيا شخصيا لمحمد عابد الجابري؟ لا، تاريخ تطور الحركة الوطنية أو السلفية أو التجديدية في العالم العربي عرفها بدايات داخل منبثقة من داخل العرب. مثلا هناك علماء كان لهم تأثير، مثلا الشوكاني نفسه، محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب في اليمن، في اليمن الشوكاني طبعا. محمد بن عبد الوهاب كان يعني يقود حركة تعتبر ثورية بالنسبة للإسلام في ذلك الوقت. الغرب كان غائب عنا، كانت المعركة مع الحركات الطرقية الصوفية في الأتراك خاصة، وهذه الحركات كانت يعني قوة سياسية تمارس السياسة ولو لم يكن أفرادها يعون أنهم يمارسون السياسة. فكان محمد عبد الوهاب من الذين نادوا إلى الرجوع إلى ما قبل هذه الطرق وهذه البدع وهذه الأخيرة، فكان تجديدا، نوع من التجديد. وقامت سلفية الأفغاني وعبده على أساس هذه الفكرة، متأثرة بالفكر طبعا، يعني ليس متأثرة بالرؤية، بطريق النهوض وضد البدع. مثلا الشاطبي كان ضد البدع وغيره، لكن قيام حركة كلها ضد البدع والقتال ضد هاي الآخرة، هذه حقيقة تاريخية. وتأريخه لمصادر سلفية في مصر محمد عبد الوهاب وجمال الدين الأفغاني لا يمكن قطعها عن محمد عبد الوهاب ولا عن السنوسي، يعني حركات كلها كانت تتجه نحو نوع من التجديد الداخلي في الإسلام. هل كانت تتخذ الغرب مثلا نموذج؟ لا، كانت تحس بأن الانحراف وقع ومن تخلف وقع، وتفسر التخلف بهذه المظاهر اللي كانت طرق سياسية صوفية وما سمته البدع إلى آخره، فقامت
نهضة ضدها، ثم تطورت مع سلفية عبدو مباشرة إلى سلفية أخرى وطنية سياسية أو شبه سياسية، أما الأفغاني فكانت سياسية 100%. يعني أنت تؤكد كثيرا بأن كل الحركات السلفية هي حركات وطنية، يعني على الأقل إلى حدود العشرينات من القرن العشرين وهي كذلك فهي وطنية. يعني بعد ذلك ماذا حدث؟ بعد ذلك وقعت مشاكل داخلية، وقعت ردود فعل أجنبية في بعض البلدان التي فيها أكثر من دين أو أكثر من طائفة، ومشاكل داخلية وقعت ردود فعل، وهذه الردود الفعل تفاقمت من الجانبين وأصبحت هي التي تحرك وأصبحت سلفية، يعني خاضعة لردود الأفعال، تعبير يعني فيه قدح. دكتور، ذكرت في كتابك دكتور محمد عبد الجابري الخطاب العربي المعاصر، وهو ما يمكن اعتباره تمهيد لمشروعك عن العقل العربي، أن الذات العربية الراهنة تفقد استقلاليتها لكونها تنطلق من مرجعيتين متعارضتين منفصلتين عنها، إحداها تنتمي إلى الماضي العربي الإسلامي، الأخرى تنتمي إلى الحاضر والمستقبل الأوروبي، وسبيل تحقيق الذات العربية هو التحرر من ذلك النموذج الإسلامي والغربي. قبل قليل تتحدث عن الوهابية بوصفها بداية عصر التنوير، رغم أن الوهابية كانت تنتمي إلى الماضي العربي الإسلامي الذي انتقدته في هذا المقطع من كتابك. نعم، أنا لم أقول إن الوهابية كانت بداية لعصر تنوير، لأنه عصر تنوير هذا مفهوم فرنسي أوروبي له معاني أخرى، لكن هي سلفية عندنا بمعنى أنها تحارب البدع والمحدثات التي انحرف بها بعض الناس داخل الإسلام لتعود إلى ما كان عليه، لتبدأ بداية جديدة. فالسلفية ليست تنويرا، وإنما هي الرجوع إلى ما تعتبره أنوارا، فهمت؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، عندما أحكم أو أتكلم عن سلفية أو عن وهابية أو غيرها، أنا كباحث مؤرخ وأرخ لماضيها وليس لمستقبلها، فلا تحاسب على ما قلت. أنا لا أنا أتكلم عما وقع، أما ما سيقع فيما بعد باسم السلفية أو باسم الوهابية أو باسم أي نظرية أو باسم ماركسية أو باسم أي شيء، أنا لا أتكلم عما سيحدث، تكلمت عما وقع. يعني فكون السلفية الوهابية تطورت إلى هذا الشكل أو ذاك ليس هو موضوعي، موضوعي هي البداية الحركة في الحضارة في التاريخ الإسلامي الحديث ضد ما اعتبر بدعا للرجوع إلى عصر كان أحسن، وبالتالي إلى وضع كان أحسن سيكون أحسن. إذن أنت تسلم بأن الوهابية تطورت أيا كان هذا التطوير؟ يعني الفكرة تطورت ربما خارج الوهابية، لأن محمد عبده وجمال أفغاني لم يكونوا بن باديس كذلك وغيرهم لم يكونوا بهذا الشكل مرتبطين مع الوهابية. كانت للوهابية أصداء في شمال أفريقيا وفي المغرب خاصة، وكان محمد عبد الوهاب ومن جاء بعده وبعثوا رسائل للملك مولاي سليمان المعروف عنا في المغرب، وكانت رسائل وبعثت ودرست في القرويين وأجيب عنها، يعني كان لها تأثير وكان لها ردود فعل، وكانت هناك ردود فعل إيجابية وأخرى متحفظة إلى آخره. لكن أنا ما يهمني هو أول فكرة لرفض الواقع ووصفه بالتأخر ووصفه بالانحطاط بالقياس إلى الماضي وليس بالقياس إلى المستقبل للغرب، هي الحركة السلفية الذي أعطاها أفقا آخر مستقبليا بالقياس مع الغرب هو محمد عبده وبالأساس، وأيضا جمال الدين الأفغاني وابن باديس كذلك، وحركة السلفية في المغرب محمد العربي العلوي وعلي الفاسي إلى آخره. طيب هذا من ناحية، من ناحية أخرى الذات العربية استقلالها معناه أنه لا تحتاج لا إلى الماضي ولا إلى الغرب لكي تثبت أنها لا حق في الوجود أو لها كيان أو لها هوية، يعني تكون ممتلئة هويتها بذاتها. هذا الاستقلال التاريخي لا تحتاج لتستند إلى فلان ولا إلى فلان، يعني هي نفسها تتكلم من داخلها، هذا هو المقصود، وهي العبارة هي لغرامشي في الحقيقة، أنه الاستقلال الذاتي هذا مش يعني مصطلح
وضعه غرامشي، أي أنه الوعي الوطني يكون ممتلئا ومستقلا بنفسه، لا يحتاج إلى أن يعتمد إلى أمور خارجية. طيب. لا من تاريخ ولا إلى من الخارج، الواقع نفسه هو الذي يجب أن يملأ الوعي ويملأه بالإحساس وبالشعور وبالتطلع إلى التغيير. جميل، سنواصل الحديث دكتور محمد عبد الجابري عن هذه القضية وقضايا أخرى بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات، وضيفنا الدكتور محمد عبد الجابري، فابقوا معنا. حياكم الله في إضاءة مجددا أيها الأخوة والأخوات، لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الدكتور محمد عابد الجابري. دكتور محمد، كنا قبل الفاصل نتحدث عن الخطاب العربي المعاصر، عن مشروعك الذي تحدثت فيه عن العقل العربي، عن يعني تكوين العقل العربي وبناء العقل العربي والعقل السياسي العربي. قلت في أحد مؤلفاتك أن تأخر المسلمين راجع لكون العقل قدم استقالته استنادا إلى المشروعية الدينية، ففي حين بدأ الأوروبيون يتقدمون باستيقاظ العقل بينما المسلمون في صراع حول الخلافة وصراع الفرق، وإن تقدم غير المسلمين إنما حدث حينما فصل الدين عن الدولة. هل يمكن أن نقول أن محمد عبد الجابري يربط التقدم ويرى أنه منوط بتحقيق العلمانية؟ لا، أعتقد أن صيغة العبارة يجب أن توضح، لأنه أخذت من نص طويل كبير إلى آخره، وهذا شيء مفروغ منه. ما قصدته من كون الحضارة العربية والعلاقة بالدين والسياسة هو ما هو موجود في التاريخ، وهو أنه عندما بدأ الصراع، لنقول بين علي ومعاوية، وإن كان من قبل موجود يعني زمن عثمان وصراع موجود والثورة على عثمان إلى آخره، في هذا الوقت هناك كلمة لابن العربي الفقيه المشهور، لا مش محي الدين، محي الدين هو الفيلسوف الصوفي، هذا ابن العربي الفقيه، فقيه المالكي المتشدد، صاحب العواصم من القواصم، في ابن العربي الآخر ابن عربي، هذا ابن العربي قال أنه عندما انفصل العلماء عن الأمراء وأصبح الأمراء أمراء، أصبح الجند أمراء والعلماء منفصلين، يعني أصبح الدين والأخلاقية الدينية منفصلة، وأصبحت السياسة هي التي دخلت في جسم الإسلامي في ذلك الوقت، حينئذ تغيرت الأمور، لأنه من قبل زمن أبو بكر وعمر وإلى حد عثمان كان الدين والسياسة شيء واحد، بمعنى أنه التصرف السياسي كان يطلب من الفهم للقرآن مباشرة، يعني والفهم للقرآن فهم أخلاقي بدون مذاهب بدون يعني اجتهادات فردية، فكان العالم هو في نفس الوقت كما نعرف الحاكم، العالم هو الحاكم، الحاكم لا العالم مش الحاكم، لكن كان بجانب الحاكم أمراء الجيش كانوا فقهاء، فالمنفصل الجند والأمراء شيء والجند شيء آخر، أصبح الوضع مختلف، المنفصل الحكام بالسياسة وتركوا المسجد للعلماء، يعني فمعنى هذا أن إذا شئت قلنا إن الانقسام في الخلية الإسلامية، إذا استعرنا عبارة الخلية العلمية، فهذا الانقسام سيسمى فيما بعد بعصر الخلاف، والرجوع السلفي تقول الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح قبل نشوء الخلاف، فهذه الصورة الماضية التي هي صورة ممجدة في العقل العربي في العقل الإسلامي، هذه هي الأصل، ما حدث فيما بعد هو صراعات تدخلت فيها السياسة. يعني أصبح الصراع صراعا سياسيا وليس فقهيا، طبعا وحتى المذاهب الفقهية وإنتاج الفقهي والكلامي
كثير منه بالأغلبه كان له اعتبارات سياسية أو بيئية مثلا. مثلا أبو حنيفة في العراق اضطر إلى أن يستعمل الرأي أكثر من الحديث، لأنه في منطقة بعيدة عن المصادر الحديث، وأيضا في منطقة فيها أشياء مستجدة لم تكن في المدينة. وهكذا الشافعي عندما كان في بغداد كان له رأي مختلف عن رأيه عندما مصر يختلف. فهذا ما وقع، ولذلك في المسألة ليست مسألة جامدة، بل هي فيه تفاعل مع المجتمع. والسياسة في الفلسفة العربية الإسلامية، في علم الكلام، في الفقه والفروع، في الطائفية عموما، لعبت دورا كبيرا وما زالت تلعبه الآن. جميل. دكتور، في كتابك العقل السياسي العربي قلت أن القبيلة والغنيمة والعقيدة هي محدودات ثلاث محددات ثلاث حكمت العقل السياسي العربي الماضي وما زالت تحكمه. نعم. هل ترفض هذه المحددات الثلاث التي تحكم لك؟ يعني أي أنت تقرأ قراءة بس له دون أن ترفض؟ لا لا لا، أنا أرى الواقع، والواقع الراهن يزكي هذا التحليل اللي قمت به للماضي. اليوم الصراع في على سطح الصراع العربي فيه العقيدة اللي هي الطائفة الدينية أو المذهب الفقهي أو كذا وكذا، وفي الغنيمة وهي المصالح في فقراء وأغنياء، وفي الاستعمار يجمع إلى آخره ويفرق، وفي أيضا القبيلة. سأوضح هذا وأترك لك المجال، لكنك تقول المطلوب هو تجديد مهام الفكر العربي اليوم بتجديد العقل السياسي، ويتمثل ذلك فيما يلي: أولا، تحويل القبيلة إلى مجتمع منظم مدنيا وسياسيا واجتماعيا. ثانيا، تحويل الغنيمة إلى اقتصاد، ضريبة بين قوسين، أو اقتصاد منتج. ثالثا، تحويل العقيدة إلى مجرد رأي، ومن ثم التعامل بعقل اجتهادي ونقدي. يعني البديل عن إذا تحولت، يعني هناك من ينتقد هذه الفكرة فيقول بأن العقيدة إذا تحولت إلى رأي فعندها سنقول لكل شخص أن يأخذ هذا ناتج ويترك. فقط عن عدم الاتفاق على ما أعنيه بالعقيدة. وأنا شرحت في الكتاب أن ما أعنيه بالعقيدة ليس هي النصوص الدينية ذاتها، ليس هي الأحكام الشرعية، وإنما اعتقاد الناس ومعتقداتهم في صحيحة وغير صحيحة، اعتقاداتهم الخرافية، معتقداتهم في غيبية ما أنزل الله بها من سلطان، معتقداتهم في أولياء في غيره. هذه هي العقيدة، يعني فعل الاعتقاد، وكما يقال بالاعتقاد يضحي الإنسان بنفسه ولا يدري لماذا، فقط يعتقد. وهذا ليس في الدين مثلا، من يعتقد في كل الأيديولوجيات، من يعتقد في الصنم أو في الأوثان أو في حتى في الأيديولوجيات اليسارية طبعا هذا شيء مفروغ منه منضم. نعم. إذن أنت ولذلك في العقيدة الذي أقصد بها ليس مضمون العقيدة الإسلامية أو غيرها، ولكن فعل الاعتقاد نفسه. يعني ممكن الإنسان يكون يعني متمسك بالعقيدة الإسلامية ولكن يفهمها ويعيها عقليا بدون تعصب، بدون يعني كما كانت في الأصل. طيب، إلى أي حد تعتقد أن المجتمع العربي يعني تحسن بالنظر إلى هذه التحولات الثلاثة: تحويل القبيلة إلى مجتمع منظم مدنيا وسياسيا واجتماعيا، الغنيمة إلى اقتصاد وضريبة واقتصاد منتج، والعقيدة إلى مجرد رأي؟ بالنسبة للعقيدة كان هناك تحسن منذ الأفغاني وعبده إلى الخمسينات، عندما دخلت يعني النظرية السلفية وإعادة التأويل وإعادة القراءة التفسير وإعادة الفهم، وكثير من الأمور يعني كانت حلت مشكلات. يعني في وقت من الأوقات كانت الدنيا في مصر كلها تدعو إلى السفور مثلا، أو محمد عبده كان له رأي في الربا إلى آخره. لكن التطورات التي حدثت جعلت المجتمع العربي فكريا واجتماعيا ينتكس إلى الوراء. يعني بعد طائفة رجعت، كنا نسينا أن هناك طوائف، أن هناك مثلا شيعة وسنة في العراق وغيره، يعني كانوا شعب واحد، ما كنا نعتقد أو ما كنا نتخيل أنه في يوم من الأيام مع أن لبنان بلا طوائف كان دائما في انسجام، لكن عاد ما سمي هذا بالمكبوت، أي كان مكبوت عليه ثم انفجر. كذلك فيما يتعلق بالغنيمة، فكان الناس يعني على كل حال في عهد الاستعمار صابرين، لأن الاستعمار هو الذي كان يأخذ الثروات إلى آخره، المواد الأولية وغيرها. لكن المصبح الوطنيين هما أنفسهم، أو المواطنون هم أنفسهم، أصبح الفارق ما بين الفقير والغني ازداد، فوقع وعي
بأن هناك اقتصاد غنيمة، يعني تغنم مصالح، تغنم الثروات لفائدة فئة دون أخرى وهكذا. فالمسألة فيها أخذ ورد. الآن نحن في زمن عودة المكبوت، هل سيكبت هذا المكبوت أو سيصفى؟ هذا شيء آخر. المفروض هو أن يصفى، بمعنى أن يتجاوز. ولذلك أنت تقول أن سبيل النهوض فيما يتعلق بالعقل العربي هو تجديد العقل العربي وليس صحوة العقل العربي. طبعا تجديد العقل العربي هو الصحوة، يعني الصحوة واليقظة، هذه مفاهيم يعني محدودة المعنى، يعني شخص نائم مستيقظ. أما التجديد فهو مستيقظ ويتجدد وينمو في خلاياه وفي جسمه كله. فإذا هناك فرق. وكذا إذا في التجديد الفكر العربي أو العقل العربي هي عملية مستمرة تتناول تجديد الأصول التي أقيم عليه التفكير القديم في عصر الانحطاط، وتجديد التفكير الذي أقيم عليه كثير من المذاهب الحديثة بناء على فقط على الأصل الغربي، يعني اللي قلنا هذا الطرف. فالعملية يجب أن تكون إعادة بناء من الداخل. جميل جميل. دكتور، المعروف أنه للدكتور محمد عبد الجابري رأيا مختلفا عن معظم المثقفين العرب فيما يتعلق بالحركات الإسلامية. أنت تقول نحن من نسمى بالمعاصرين والحدثيين ننسى أننا أقلية لا نمثل سوى 10%، أكثر من ذلك يتناقص عددنا. الإسلاميون موجودون لأنهم هم الشعب. هل سنقول هم جميعا غير صالحين ونحن فقط الصالحون؟ وتقول أيضا في لقاء مع نيوزويك العربية، المجلة الأمريكية بنسختها العربية، يجب أن نعطيهم الفرصة ونقول لهم تفضلوا، أي الإسلاميين، احكموا وأرونا كيف ستحلون المشاكل بالإسلام. على خلاف ذلك يرى تركي الربيع في كتابه الحركات الإسلامية في الخطاب العربي المعاصر بأنك ممن يحملون رؤية تآمرية تجاه تفسير نشوء الحركات الإسلامية في المغرب. كيف لنا أن نجمع بين هاتين الرؤيتين؟ لا، أما أن يقول الإنسان أني تآمري أو أتآمر، يعني هذا محاكمة النوايا، وهذا غير مشروع لا في الإسلام ولا في غيره. إذن أنت ترفض التوحد. هل شق قلبي، يعني كما قال الرسول، هل شققت قلبه حتى يعرف أنني صحيح ما أقول أم أنني باطني وأبطن شيئا آخر؟ هذا مسألة ليس للنقاش، هذا تحليله الشخص، هذا تحليل تركي الربيع، ليست للنقاش، لأنه قال هذا فأتركه ولا أستطيع أن أناقشه في هذا. أما الطرف الأول من السؤال هو أنه أنت تقول أنه يجب أن نعطي الفرصة للإسلاميين. أي طبعا، وأنكم أنتم الحداثيين تمثلون أقلية. لا، هذا سؤال طرح علي أول مرة في ندوة تلفزيونية في المغرب، ومن طرف يعني صحفيين مغاربة وحدثيين أو دعاة للحداثة أو إلى آخره. فيعني في الفكرة كما شرحتها هو أنه النخبة الحداثية اليوم في بلاد العربية لا يمكن أن تقوم لوحدها بالتجديد ولا بالحياة في بلاد العربية، لأن النخبة في أي مكان وفي أي زمان هي عادة قليلة، نخبة قليلة. بس هناك من يرى أن السبب أنكم منفصلون عن الشعب. لا لا، لسنا لست أنا منفصلا. أنا النخبة نتحدث. لا، أنا فيه نخبة ونخبة. فيه النخبة التي ربما منفصلة عن الشارع لأنها تقرأ كتبا من الداخل ومن الخارج وليس لها علاقة عضوية مع الشعب. أنا لا، أنا نشأت منذ 15 سنة إلى بلوغي 65 كمثقف عضوي حزبي ومسؤول في حركة وطنية في المغرب. وليس هناك في المغرب من يستطيع أن يناقش هذا. صحيح. أنا أتكلم عن ممارسة. ولازلت تفتخر على كل طبعا مش أفتخر، هذا من ماضي ومن رؤيتي، وأشكر الله على أنني كنت كذلك. فأنا لست مفكرا بالمعنى أنني أخطط في السماء، لا. أنا أستنتج من ممارستي ومعاناتي مع الناس وهذا. فإذا أردنا أن خصوصا في المغرب مثلا، كان هناك اتجاه ولا زال أنه يجب أن نغلب الفرنسية حتى تسهل الحداثة عندنا. طيب، هل الحداثة نريدها لنا نحن الشخص كأشخاص 10% أو 5% أو 20%، أو نريدها للشعب كله؟ فإذا كنا نريدها للشعب كله، فهل يمكن فرنسة الشعب كله؟ متعذر. لا، يعني مش واقعي.
مش واقعي. نحن يجب أن نبني الحداثة من داخل واقعنا، إذن باللغة التي يفهمها جل الناس. يعني أنت تقر دكتور بأن الإسلاميين هم أكثر التصاقا بالشارع بالـ80%؟ طبعا الآن كان انعكس الوضع. كان القوميون والماركسيون كما نعرفوا جميعا والليبراليون في الخمسينات والستينات وإلى حدود السبعينات كانوا هم المسيطرين على الساحة. الآن تغير. مسيطرين على الساحة كما يحدث دائما. الذين يسيطرون على الساحة هم أقلية منظمة. يسيطرون على الساحة. عندما انتكس الوضع برز الإسلاميون بفئات قليلة منظمة وسيطروا على الجميع. لكن الجميع ليس إسلاميا كما أن الجميع لم يكن كله حداثيا. يساريا أو عربيا. الواقع يتغير. لكن في اللحظة التي كنت أتكلم فيها وربما يصدق هذا حتى هذا الوقت ما يمثله الحداثيون يعني 20% على أحسن الأحوال. ولكن 20% وهذه نسبة مبالغ فيها. هذه نسبة كبيرة يعني. لكن حتى 20% نفسها يعني لا يصدق عليها قول الله تعالى يعني إن يكون منكم 20 يقتلون 1000. لا هذا حاجة ثانية. طيب دكتور سنواصل حديثنا عن ما أشرت إليه قبل قليل من تاريخ محمد عابد الجابري بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إيضات والدكتور محمد عابد الجابري، فابقوا معنا. حياكم الله في إضاءات مجددة. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الدكتور محمد عابد الجابري المفكر المغربي. دكتور محمد، قبل الفاصل كنت قد أشرت إلى تاريخك الوطني. في الستينات عملت يعني ضمن الحركة الوطنية مع الطاهر بن بركة. مهدي. مع المهدي بن بركة عفوا. في الخمسينات والستينات. في الخمسينات والستينات. يعني هذه الحركة وجهت بالكثير من القمع. ومعظم أقطاب هذه الحركة وعلى رأسهم بن بركة خرجوا إلى خارج المغرب. محمد عبد الجابري كان يرفض أن يخرج من المغرب. لماذا كنت ترفض رغم أنك سجنت أيضا؟ لماذا كنت ترفض؟ نعم، هو يجب أن تكون المقارنة مع الفارق. يعني المهدي بن بركة وتاريخه الوطني والسياسي وسنه، أنا كنت يعني صغير. يعني أنا بدأت معه في الصحافة وفي العمل الوطني وفي الشبيبة وعمري يعني حوالي 22 من عمري. هو في هذا الوقت كان قد ثار على حزب الاستقلال وثرنا معه كأتباع وكشبيبة إلى آخره، وشكل استثناء معه وبتوجيه منه وأصحابه الآخرين يعني معروفين، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي تطور الاتحاد الاشتراكي الذي بقي إلى بعد. مهدي بن بركة غاب، لم يكن مطرودا في الحقيقة بقانون ولا بقضاء، بل كان يضطر إلى غيبات مضطر اضطرارية يقيم فيها في هذا البلد وفرنسا أو هذا أو هذا، مضطر يعني حفاظا على حياته والمؤامرات التي كانت تحاك. المغرب اجتاز ظروفا صعبة، وآخر ما غادر المغرب في جوان يعني يونيو 1963، وأنا في مكتب الجريدة كمسؤول عن الجريدة مع الأخ عبد الرحمن اليوسفي، وأقنعناه بالصعوبة مشان يغادر، لأن كنا سمعنا وكنا نعرف في استخباراتنا أننا سنهاجم بدعوى مؤامرة معينة يوم 16 في الشهر المقبل. فقلنا المهدي لازم تخرج أنت مستهدف. أنا ما كنت مستهدف، يعني لست ما أكون زعيما، يعني القضية ليس فيها بطولة، يعني كنت لم تكن مستهدفا ولذلك لا. ثم لم يرد في المحاكم ولا في عند الشرطة أنني شاركت في تنظيم من التنظيمات المتهمة أو من هذا النوع. وأنا كنت مطمئن إلى نفسي ولذلك لم أهرب. هناك من الإخوان الذين غادروا من أجل
انخراط في عملية التنظيم السياسي في الخارج أو ما أشبه ذلك، لكن أنا كانت مهامي في الجريدة واضحة، مسؤول على جريدة الحزب وأمارس الكتابة بكل ما أستطيع من جرأة وكذا، وتحجز الجريدة يوميا وأنا أعيد إصدارها ونحن ورفاق إلى آخره. فلم يكن هناك داعي بالنسبة إلي لأخرج، لا من أجل مهمة مستقبلة ولا بسبب أوضاع داخلية، أنا كنت يعني واضح أكثر من الوضوح. جميل. دكتور، يعني أشار دكتور محمد عبد الجابري إلى أنك كنت منخرطا ضمن يعني عمل حزبي. وقد كان الحزب الاشتراكي على علاقة جيدة بحزب البعث العربي، إلا أنك رغم ذلك رفضت جائزة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين التي قدمت لك، روم أنه هناك صلة قوية بين حزبكم وحزب البعث. في الحقيقة شيئان مختلفان. علاقتي أنا بالحركة القومية العربية كانت عبر الحزب اللي أنتمي إليه واللي أنا من أعضائه القياديين والذي ساهمت في تأسيسه. وبعض في الشرق العربي أحيانا يفهمون الأمور غلط عندما يسمعونك تتكلم العربية وتعمل عبارات وشعارات، يظنون أنك أنت منهم. لا، يعني احنا عرب لكن احنا حزب سياسي وعندنا مشاكلنا الداخليه وغيره. هذا بس في الشرق، ولا في المغرب العربي ما يفهمون هذا؟ لا، في المغرب العربي يفرقون بين طبعا سلام فرق منها. يعني في المغرب العربي انتم اكثر فهما للنظريه الحزبيه من المشارق العربي. طبعا احنا كنا نتعامل مع حزب عبد الناصر الاتحاد الاشتراكي او مع حزب البعث وغيره على ان احنا حركه تحتاج الى اعانه، تحتاج الى تأييد دولي، عندنا قضايا الصحراء، عندنا قضايا أخرى وطنية، سردة وملليا، وعندنا قضايا الديمقراطية في البلد، فكنا نتعاون مشان أهداف لبلدنا وللعالم العربي كله، ولم نكن حلفاء يعني سياسيين داخل العالم العربي كله. ولذلك رفضت الجائزة. لا، الجائزة عندما جاءت طلبوا مني من قيادة الحزب أن أترشح أوقع على استمارة الترشيح. يعني أنا أولا انتبهت إلى أن استمارة الترشيح فيها تخصصات ليس فيها الفلسفة، فكتبت لهم أنه أنا التخصص انتاعي هو الفلسفة وهذه الجائزة لا تنطوي على هذا التخصص فأنا أعتذر. بس قالوا لك سنوجد تخصصا. طيب هذه مسألة يعني بدت مصطنعة فاعتذرت مرة ثانية. ألم تقع في حرج من اعتذارك؟ لا معي ولا معهم، لأن أنا ذهبت عندهم وزرت العراق في 91 و92 وأصدقائي المثقفين وغير المثقفين لم يكن لهذا الأمر شيء من ردود الفعل. وكما أنني دعيت ألف مرة لمهرجان المربد ولم أذهب ولم يكن هناك ردود فعل بالنسبة لي، على الأقل فيما أعلم وفيما أعاني أو ألمس. الحقيقة ليس هناك أيضا أنت اعتذرت دكتور محمد عن جائزة قدمت لك من العقيد القذافي زعيم الثورة الليبية. هو ليس من العقيد كشخص لكن من اللجنة المكلفة بجائزة القذافي لحقوق الإنسان. هل عندك موقف مثلا من الجوائز اللي تقدم للزعماء؟ لا، ليس موقف من الزعماء كزعماء، لكن أنا أعتقد أنني إذا كان من ضل من قبلي ومن بل من قبل مباشرة قد أخذ هذه الجائزة بنضالهما لحقوق الإنسان، أنا وجدت نفسي لم أقوم بمثلهما في هذا المجال. يعني ما الذي كان تواضعا منك يعني لا واقعيا يعني أنا ما كنت في صف من بل أو صف مانديلا يعني تعدى على حقوق الإنسان، في حين في ناس في المغرب وغير المغرب كانوا في لجان حقوق الإنسان وواضحين وعاملين ومنظرين ومناضلين. أما أنا في هذا الميدان كتبت كتابات لكن وجدت نفسي أنني لا أستحقها. جميل. دكتور، يعني لنأتي على جانب وهو بعض الانتقادات التي تعرضت لها أطروحات الدكتور محمد عبد الجابري، من ذلك ما يقوله الشاعر السوري أدونيس: إن الجابري لم يقدم أي فكر جديد في كل دراساته، وإنما صنف أكاديميا ما قاله الذين سبقوه واستفاد من المناهج الغربية. طه عبد الرحمن يقول أيضا: يأخذ عليك أنك تقول الكتاب ما لم يقولوا، ويقول أن الجابري يسيء التصرف في النصوص، ولديه فساد التعريف وفساد التصور والسقوط في التناقض وعدم تحصيل الملكة في العلوم الصورية والمنهجية والعجز عن النقد وتمحيص الآليات الاستهلاكي.
كيف ينظر محمد عبد الجابري؟ ما ذكرته منسوب إلى أدونيس، على كل حال أنا لم أسمعه بأدونية ولكن سأبني على ما أسمعه الآن. فإذا كنت إنما قمت فقط بالتصنيف وبالمنهجية، ففيلسوف هذا دوره، الفيلسوف لا ينتج حقائق، يصنف تصنيفات جديدة. إذن أنت لا تعترض عن هذا؟ لا، هذا إذا كان يرى في هذا نقصانا فليعلم أن الفلسفة هي هذه، الفكر الفلسفي هو التصنيف وهو التجديد المنهجي، أما الإتيان بحقائق جديدة هذا ما في حقائق جديدة، يعني حقائق جديدة تظهر فيما بعد بنتيجة العمل التصنيف والمنهج الجديدة. فهذا يعني سؤال في النهاية يعني بالنسبة للممارس للفلسفة وغيره يجده شيء طبيعي. أما بالنسبة لسؤال الأخ طه، أنا لو كنت في مكانه وأردت أن أصفه بما وصفني لقلت أنا لا أفهم الجابري، أو لا أفهم ما يفهمه الجابري، وأظن أن الجابري لا يفهم ما أفهمه، ويكفي. يعني سوء فهم؟ لا، أنا أفهم شيء هو من حقه أن يفهم شيء، لكن ليس من الضروري أن أفهم ما يفهم ولا أن يفهم هو ما أفهم. أي يعني في رؤى مختلفة، هذا ضروري. لماذا يسمى فلان طه وفلان جابري؟ لماذا يسمى فلان مثقف؟ المثقفين هما ناس كل واحد له شخصية، له فردانية، له آراء، له مذهب، وهو حر فيه ويحاسب من داخله. ويعني مسألة ما مسألة فهم، أنا لا أفهمه، قد لا أفهمه وقد لا يفهمني، هذه مسألة يعني. ولماذا يختلف الفقهاء ويختلف الناس ويختلف الفلاسفة؟ طيب، هناك يعني أكثر من 4 أو 5 كتب طبعت في يعني في بلدان الشام تحديدا، في بيروت والأردن ونحو ذلك، كلها تتعرض لأطروحة الجابري في العقل العربي، معظمها ينتقد أطروحة الجابري. كيف ينظر محمد عابد الجابري لهذا النقد؟ هل يدرسه؟ هل يتناوله؟ هل يتعاطى معه؟ أم يقف موقفا سلبيا منه؟ لا، أنا شخصيا يعني لا أقول هذا افتخارا أو مجاملة، يعني يسرني أن تكتب عني 4 كتب وأنا ما زلت حيا، ربما قبل أن نغادر، بعد أن نغادر الدنيا ستكتب أكثر، لكن ممتع على الصعيد الشخصي. لكن إضافة إلى هذه الكتب التي تنتقد، يعني لعلك تعرف أو القراء يجب أو ينبغي أن يعرفوا أن مئات الشهادات الدكتوراه في العالم العربي، في أوروبا، في اليابان، في أمريكا، في كل مكان تكتب عن أعمالي، تنتقد مئات ومئات مئات وأنا أتابعها وفي كل مكان. فكون هذه الأطروحات الجامعية وتجاز تنتقد وتنوّر أو أدانيهم، لكن المهم يعني أن يكون الإنسان حاضرا بهذا الشكل، أن يكون ساهما بشكل فاعل في الحراك الثقافي، يعني دليل على أنه يؤدي مهمة. طيب، دكتور جورج طرابيشي قال أن مشروع الجابري نقد العقل العربي بأجزائه 3 الأولى ليس كتابا يثقف، بل هو أيضا كتاب يغير، فمن يقرأه لا يعود بعد قراءته كما كان قبل قراءته. لكنه أيضا، أي طرابيشي، يتهم الجابري، يتهمك بأنك انتصرت للبيان السني ضد العرفان الشيعي. ما تعليق الدكتور؟ هو الفقرة الأولى التي ذكرتها، يغير إلى آخره، لا يثقف بل يغير، كتبها مباشرة بعد صدور نحن والتراث. ما بين صدور نحن والتراث وكتابته لهذا الكلام الأخير حدثت أمور لا أريد أن أتكلم فيها، والذين حضروا اجتماعاتنا وندواتنا يعرفون. وأنا كتابة طرابيشي لم أقرأها، ما عدا كتابي الأول قرأت المقدمة بعد أسطر، ولما وصلت إلى عبارة يقول فيها لقد أصبح الجابري يسيطر على العالم والفكر العالم، فلنحاربه ولننزله من عرشه، يعني وضعت الكتاب جانبا لليوم ولم أعد أقرأ له. لماذا؟ حسست بأنه يعني لأن عندما يقول الإنسان يجب أن ننزله من عرشه، أنا مش في العرش، يعني الكلام يعني غير مسؤول. طيب، يعني لا يحتاج إلى، يعني ربما يحتاج إلى
إلى تفكير من عنده، أما أنا لا اسمع، لم أعد. جميل جميل دكتور. آخر كتب الدكتور محمد عبد الجابري كان عن القرآن الكريم، هو مدخل إلى القرآن الكريم. بعض الدارسين ذهب إلى أن هذا الكتاب وهو آخر كتبك جاء مختلفا عن منهج الجابري، فهو لا يحتوي على جديد، وقال بعضهم أن عقلانية الجابري الرشدية تحولت فجأة إلى سلفية، وأن من انتهى إليه الجابري هو ما ابتدأ به كبار المفسرين والعلماء كالقرطبي وعلماء التفسير بل وابن تيمية. هل ترى أنك اختلفت عن منهجك في هذا الكتاب؟ ثم في الختام، لماذا اخترت الأمير طلال بن عبد العزيز لتهديه هذا الكتاب؟ لا، الموضوعان مختلفان. هو الكتاب يعني، لكنهما يتحدثان عن كتاب واحد، كتاب المدخل إلى القرآن ومن بعده تفسير القرآن حسب ترتيب النزول. هذا أعتقد أن ما صدر لا يكفي لفهمه، لأن ما قلته في مدخل إلى القرآن كله كلام لم يكن حاضرا في الثقافة العربية المعاصرة، ولا يعني لا يستطيع أن يقدر الإنسان مدى أهميته إلا بعد وقت. وكذلك صدور الجزء الأول من التفسير لا يكفي لكي يقدر. كم جزء تنويان؟ ثلاث أجزاء، يعني جزئين في القرآن المكي وجزء في القرآن المدني حسب تنزيل، حسب ترتيب النزول، وبمساوقة بين مسار التنزيل ومسار الدعوة. هذا شيء جديد طبعا، ولا أعتقد أنه هناك من يفهم ويطلع على التفسير وكذا يعرف الجديد فيه جدا، لكن في الثقافة المعاصرة والذين قرأوا للجابري كمثقف، يعني يتكلم عن هيجل أو عن ماركس أو كذا، سيجدون هذا غير وهذا غير، وطبعا هذا غير وهذا غير. يعني أستعد أيضا أن أكتب عن ماركس الآن وعن هيجل إذا دعتني الضرورة بالطريقة التي كتبتها ربما أحسن، لكن أن أكتب عن القرآن لازم أحترم النص، وهذا فصلته في مقدمة نحن التراث، في أنه يجب أن نطاوع، نجعل منهجنا مطاوعا ومفرداتنا إلى آخره مطاوعة للنص أيا كان فلسفي أو دين وغيره، لا أن نجعل النص مطاوعا لقوالبنا الجائزة. طيب، ما أثير من لغط حول إشارتك في أحد المقالات التي كانت جزء من الكتاب إلى نقص أو تحريف القرآن؟ لا، هذه صار كثير من الجدل حول هذه القضية. هذه مسألة يعني فيها شوية من المهنة الصحفية التي تغلب فيها الرغبة في السبق الصحفي أو الإثارة، البحث على الإثارة أو السبق الصحفي. فمقالة منتزعة من فصل في الكتاب يعني نشرتها وستليها مقالة أخرى. لما جت هذه المقالة وقفت عند ويل للمصلين، والذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخره، سيأتي في المقالة. تقصد ما سقط وقيل عن القرآن؟ لا، ما قال وسقط، وأوردت ما قيل ولم أقل أنا شيئا. أي يعني أنت تستعرض الأقوال ثم نقضتها بعد ذلك، ثم أبديت رأيي فيها فيما بعد، ورأيي كان إيجابيا أكثر من الذين انتقدوني. طيب، آخر شيء، لماذا أهديت الأمير طلال؟ لا، يعني الكتاب في النهاية، يعني كما قلت، لم يسبق لي أن أهديت أي كتاب لأحد من كتبي التي كانت قد بلغت 31 كتابا. لكن مع هذا الكتاب شعرت فعلا أنه علي دين لا بد أن أصرح به، كان الإهداء لثلاثة أشخاص أقدر أنهم لهم فضل كبير في هذا الذي قمت به. زوجتي التي تكفلت بشؤون البيت وبالأولاد ووفرت لي في تفرغك، يعني التفرغ الكامل، قامت بكل شيء لي. عندما أصبت بمرض في الأردن و يعني مشاكل صحية كبيرة، ودخلت إلى مصحة الملك حسين، وتقرر أن يفتح لي قلبي إلى آخره، مدى أن كنت في فرنسا وكان الرأي بالعكس، وكنت في ندوة في وضع لم أكن أستطيع فيه الكلام. فبعض أصدقاء منهم سميك وعبد العزيز تخيل وبعض إخوان وفريد العلاقي إلى آخره، ما لست أدري كيف أخبروا الملك طلال، الأمير طلال، ولم أكن أعرف عن الملك طلال ولا أعماله. فإذا بفرضوا علي فرضا أنني أذهب إلى مايو كلينيك، يعني بورقة يعني تبرع الأمير طلال بعلاجك، هو يعني عرفت فيما بعد أنه تكفل
وأعطى أوامره وتكفل بجميع. فذهبت إلى مايو كلينيك 5 مرات، مرة بسبب المشاكل القلبية، مرة بسبب يدي التي كانت مهددة بالشلل، مرة أخرى بسبب عيني التي كانت قد انفجرت في الشبكية. فهذا الرجل أنفق من ماله، وليس المهم هو المال، لكن هو الإرادة والتتبع والحرص. فهذا يعني لابد يستحق أن نرد له بعض الجميل. فهو ساهم في هذا الإنتاج، لأنه لولا هذه المبادرة التي قام بها ربما كنت غير متمتع بالصحة التي واصلت بها هذا المشروع. أتمنى أن يديم الله عليك الصحة. شكرا لك دكتور محمد عبد الجابري. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا ترك الدخيل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.